كرة في نادي المقاولين دوليا العرب. يعني. باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اهلا يا كابتن، منور قناه الاهلي، واتمنى لك التوفيق دايما. الله يخليك، تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش لحضرتك. اهلا بيك يا كابتن الكبار، ربنا يوفقهم دايما كده. نور يا باشمهندس. الله يخليكم. يعني يا باشمهندس، الحقيقه نادي المقاولين عمل طفره كبيره جدا منذ التعاقد مع عماد النحاس، 7 8 مباريات فوز، وبعد كده مباراه هزيمه من الاسماعيلي، وبعد كده هزيمه اخرى، والنهارده تعادل. اولا حضرتك شايف الشكل العام لنادي المقاولين العرب في الفتره الاخيره ازاي؟ لا طبعا الحمد لله كابتن عماد النحاس اعاد الروح للعيبه، واعتقد انه قدر يوظفهم كويس في الملعب. نعم. وكل امكانياتهم، وعمل حاله طبعا للكالشه كان ترتيب الفريق الاخير، لان هو قدر يلم الفريق ويوصل بيه للمركز الرابع او الخامس، وده شيء يعتبر انجاز فعلا ما كانش الواحد متوقعه خلال الفتره وجيزه يعني. طيب كنت متخيل طبعا احنا مش هنهبط ولا حاجه، لكن خلال فتره بسيطه قدر نعمل تعادل و6 مباريات ورا بعض فوز. حصل ظروف ماتشين، لكن الحمد لله برضه الفرقه متماسكه، الروح موجوده. لكن انا النهارده عايز اتكلم عن مباراه النهارده تحديدا. اتفضل يا فندم. واسمح لي افتح لي صدرك شويه. لا قوي قوي. انت والساده الكباتن اللي معاك، يعني يبدو ان احداث المباراه انا هحكيها لك بمنتهى الامانه، انا طول عمري بقف مع التحكيم. نعم. في صف التحكيم المصري. وعمري برضه ما هقف ضده ولا حاجه. ولكن ما حدث النهارده انا بقول يا كابتن اسلام هيعمل مشاكل لا حصر لها. لسه كنا بنقول كده بالظبط يا فندم. المقاولين العرب قبل كده، انا هشرح لحضرتك الموقف كاملا. اتفضل يا فندم. العرب قبل كده فجاه لقينا في ماتش بيراميدز 3 حكام بدل ما يبقوا 5 زي ما احنا متعودين، رئيس لجنه الحكام قال ان احنا بعثنا تعليمات وهذا لم يثبت بعد التعليمات بعدها بعد كده ل 15000 ولا 20000. نعم. حصل النهارده كالاتي: الكره دخلت جول، الحكم حسبها. بالظبط. اعترضوا لاعبي النجوم. النجوم. مع احترامي لقراء الحكم الاثنين المفروض يكونوا مسؤولين، الحكم اللي ورا الجول والحكم اللاين مان بتاعه. مظبوط. حضرتك؟ صح. صح، سألهم والاعتراف المفروض اللاين مان الاقرب لل باشمهندس. الاعتراض جه من جوه الملعب ولا من بره الملعب باشمهندس؟ عندنا احنا من بره الملعب. مين ده؟ كابتن شريف بيقول لحضرتك الاعتراض جه من جوه الملعب ولا من بره الملعب؟ من الاثنين. لا من جوه الملعب، انا هكمل لك. خليه يكمل. طب اتفضل يا فندم. الملعب وبره الملعب في الناحيه الثانيه اللي حصل بعد الحكم بثاني مره حسب الهدف وراح وقف على السنتر وعشان يبدا ضربه الهدف، حصل اعتراض رهيب من الناحيه الثانيه. تمام. فكمل انه الحكم راح عمل سمع للاين زمان اللي واقف في الناحيه الثانيه اللي هو البعيد عن الهدف، البعيد عن الهدف ولغى الهدف. طبعا فينا غلطتين حصلوا. نعم. اولا انت رجعت للحكم ما هوش متداخل في اللعبه خالص وعلى بعد، خدت برايي. نعم. معنى كده ان كل حكم كل مباراه الناس هتعترض وتجيب اراء الناس كلها عشان حكم القرار. اللي حصل بقى اصعب من كده. اتفضل. ان هذا اللاين مان راح شاف خدمه الفرقه الثانيه، شاف البيت، شاف الكوره في التلفزيون. وانا طبعا ما بتكلمش ان الكوره هدف صحيح او مش هدف، مش هدف خالص. لكن احنا دخلنا الفيديو دلوقتي في القصه. وبالتالي راح اللاين زمان قال له انا جون، لكن انكر تماما. وعندنا من الازدادات والتصوير، شوف الكوره في الفيديو والتلفزيون المصري. معلش يا باشمهندس محمد، واحده واحده بس عشان الناس تفهم. حد جه خد من الفريق النجوم، حد جه خد اللاين مان وفرجوا على الجون في الفيديو يعني، او في الكاميرا. بالظبط. وهو اللاين مان راح معاه. بالظبط كده. اه. وشافه في الكاميرا، والراجل بتاع الكاميرا هو اللي بدأ. كاميرا التلفزيون هو اللي بدأ لندى. للسكة الثانية وقال لهم تعالوا شوفوا الكورة شكلها ايه. يعني الراجل بتاع الكاميرا راح للدكة بتاعة النجوم وقال لهم تعالوا شوفوا الكورة،
فحد من لعيبه او حد من المسؤولين في النجوم خد اللاين مان وفرجوا على الكوره. دي مخالفه خطيره دي. دي مخالفه خطيره جدا. اللاين مان راح لما الحكم قال له قبله قال له لا انا شفتها جول. هل يعقل ان الاثنين اللي ورا الجول تمام؟ هو طبعا في فيديوهات هتطلع والتفسير للكلام ده كله يعني. انا بتكلم على نقطه مهمه جدا. انا خايف على الدوري. انا خايف بالمنظر ده. ان اي فرقه تطلع تستشهد الحكم اللي الناحيه الثانيه يعني دخلونا النهارده في دوامه جديده انا خايف عليها من التحكيم على الفتره اللي جايه. لان النهارده الحكم خد باللاين زمان اللي الناحيه الثانيه المفروض مش متداخل في الكره تماما. وده موضوع يعني اول مره اشوفه. ثاني مره ثاني حاجه واكثر انه استخدم الفيديو وانكر هذا الكلام. النهارده كل فرقه وانا بتكلم رئيس لجنه الحكام حكامه النهارده عملوا مشكله كبيره جدا. ماتش المغرب العرب ماتش خلص ولا مشكله فيه. لكن يا بنات اهو ان اللي حصل النهارده شافته كل الفرق وشافته مصر كلها. كل نادي النهارده هيطلب من الحكم يرجع لراين زمان يروح يبص على الفيديو. دخلنا في قصه ثانيه خالص غير ما طبعا تعبت بعد كده انزعجوا واعترضوا. انا ما قلتش لا ولكن لم ياخذ هذا الاعتراض ثواني او دقائق. خلاص والمباراه تم استكمالها. نعم. لكن انا متعمد ان انا اعمل المذاكره دي خوفا مما سوف يحدث. الفيديو النهارده استعمل بالحكم على هذه الكره. والله زمان انكر وانا متصور. حضرتك مصورها فيديو يعني يا فندم؟ الواقع. والتلفزيون المصري لو جبت الشريط هتشوف الكاميرا مان بينده ويوريهم هذا الكلام. فموضوع خطير جدا وانا شكو التنبيه عليه لان انا خايف. انا ماتش المريض وخلص التاني. لكن انا خايف جدا على ان وصلنا التحكيم النهارده هو اللي بيخلق المشاكل لنفسه. انا بقول لحضرتك اهو وهتشوف هذا الكلام. سيبني انا ما قلتش حاجه لكن انا واثق ان في المباريات اللي جايه الكل هيتمسك يسمع راي الله الناحيه الثانيه الله يسمعنا. وده ما اعتقدش انه موجود ابدا ان واحد ابعد من الكوره واقرب البيت بس يكون اللي قدامها ب 2 متر يبقى شايف اكثر والحكم ياخد بكلامه هو ما ياخدش بالاثنين قريبين. شيء الحقيقه ازعجني جدا ويقلقني جدا على تحكيم الكوره. انا بشكرك جدا يا باشمهندس محمد على هذه المداخله والحقيقه خاصة